الفرقة المدرعة التاسعة تسيطر على قرية القصر التي تعد من خطوط الدفاع لتنظيم داعش جنوب الموصل. هنا تشتد المعارك، والهدف هو استعادة تلال بوسيف ومعسكر الغزلاني الذي تعتقد القوات العراقية بأنه يضم أعداداً من المسلحين. وبعد السيطرة تبدأ عملية تمشيط وتعقب من تبقى من عناصر التنظيم. على محور آخر تحقق قوات جهاز مكافحة الإرهاب تقدماً تدريجياً في شرق الموصل في التصدي الانتحاري وقناصة التنظيم حسب مصادر عسكرية. أشارت أيضاً إلى أن القوات المتمركزة إلى الشمال والجنوب من المدينة تواجه صعوبة في التقدم داخل المدينة بسبب حرب الشوارع والعصابات مع مسلحي داعش وزرع عبوات ناسفة على طول الشوارع، أسباب قد تجعل من معركة تحرير الموصل بطيئة وصعبة، لا سيما وأن التنظيم تمكن خلال عامين من سيطرته على الموصل من بناء دفاعات قوية وتخزين الأسلحة والموارد التي يستخدمها لإعاقة تقدم القوات العراقية التي تبحث في خيارات عسكرية جديدة للرد على تكتيكات داعش. ورغم ذلك تواصل القوات العراقية محاولات تقدمها، حيث تحدثت مصادر عسكرية عن غارات شنها سلاح الجو العراقي على أهداف لداعش في منطقة الموصل الجديدة بناء على معلومات من جهاز الاستخبارات العراقي. العملية أدت إلى مقتل عشرات من عناصر التنظيم وتدمير مركز تدريب في حي الدواسة ومخازن للصواريخ ومعمل لتفخيخ السيارات. معركة استعادة الموصل تترافق مع قلق شديد إزاء مصير المدنيين بسبب سعي داعش لاستخدامهم دروعاً بشرية، خاصة بعد قيام التنظيم بحملة إعدامات جماعية بحق سكان المدينة في الآونة الأخيرة. فبالإضافة إلى المعارك التي أجبرت المدنيين على النزوح ومعاناتهم اليومية في الحصول على الطعام، حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الوضع الإنساني لنحو نصف مليون من سكان الموصل بسبب نقص مياه الشرب.